اللي حاصل ده هو الشغل الفاخر اللي من الآخر بصراحة. أنا أحب اللعبة الحلوة وأشجع النادي لما يلعب حلو وانبسط بالكرة المصرية وأشجعها في أي حتة. تيجي تقول لي زملكاوي اسماعيلاوي مصري، لا يا النعمة لو نادي إسكو والأهلي بيلعب أو غيره بيلعب مع نادي مش مصري أنا أشجع على طول. الأهلي لعب النهاردة حلو، خد بالك الجماعة الأمريكان دول حاجة ما شاء الله كده طول بعرض، يعني مثلا مقاس اللارج بتاع أمريكا اكس لارج من بتاعنا، ده جد مش هزار، انا بكلمك بأمانة يعني. طيب فلما احنا نلعب مع الجماعة الأمريكان بنبقى عاملين حسابنا ما شاء الله العيال ابواب، طيب لياقة موجود، صحة حديد، عيال ايه مذهلين ودلذينة، وبعدين يجري في الملعب تحس انه عامل زي خيل السبق رايح جاي وجاي ويخيلك كده، عيال صعبة جدا جدا. ففرقة الأهلي لما بتيجي تلعب بصرف النظر بقى هنا امتلاك المهارة بتاع الأهلي ده شيء رائع، بس هم الجماعة الأمريكان دول جيناتيكلي جينيا وراثيا هم أقوياء حيطان كده عاملين زي لعيبة المارينز، فكون إنك تفوز عليه ده شغل عالي قوي، تعرف تفلت منه ومن لياقته البدنية ومن قدرته على الجري والشقلبظات اللي بيعملها في الملعب، ده حاجة عظمة جدا. فعجبني جدا بصراحة اللعب بتاع الأهلي النهاردة. قفشة جاب لنا 1-0، 100 فل و14، عاش يا قفشة وعاش يا أهلي. بالمناسبة احنا بنتكلم تاني، الأهلي في البطولة دي بيلعب باسم مين؟ اسم النوادي المصرية. من المنتظر انه باذن الله الاهلي يلعب قدام ريال مدريد، طبعا ريال مدريد غني عن التعريف، بطل اوروبا يعني، ما فرقه جايبه من الاخر طول الوقت، ما اقوى فرقه في الدنيا تقريبا. فاحنا هنا بنتكلم عن احنا الاربع الجاي عندنا ماتش مع ريال مدريد، احنا قدها، احنا باذن الله سبحانه وتعالى قدها وقدود، يعني كلنا إن شاء الله ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي أنه الأهلي يقدر بإذن الله يقف قدام ريال مدريد ويكسب. أه والله. طيب التاريخ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول أنه الأهلي لما لعب قدام ريال مدريد قبل كده فإنه فاز في المباراة دي، أنا فاكر كانت سنة 2002 وكانت 1-0. السؤال بقى هل الأهلي يقدر تاني ولا لأ؟ صاحبي هيقول لي، صديقي العزيز ناقدنا الرياضي الكبير احمد درويش، طمني الاول ازيك استاذ يوسف؟ ازيك عامل ايه؟ وحشني، بستمتع دايما ان اكون معاك. لا والله زمان اللي ببقى مبسوط ان اسمع صوتك يا درويش. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، كل التحيه لكل مشاهدي القناه الاولى والتلفزيون المصري. قبل اي حاجه مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لفريق النادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك لكل الجمهور المصري المحب بلده. ايه بقى يا استاذ يوسف؟ عايزك تتخيل معايا المانشيت كده بحسك اعلامي وصاحبي وتقول ايه؟ الاهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. انت يعني مستوعب؟ تعالى بقى ناخدها ايه؟ الاهلي بين قوسين المصري. اه مستوعب؟ ياه، حجم الفخ والدعايه والتواجد اللي عمله النادي الاهلي المصري للكره المصريه والعربيه والافريقيه، حاجه كده تدعوك فعلا ان انت تبقى فخور. انا صح. بتكلم على ممثل مصر طبعا، ممثل عرب، ممثل افريقيا طبعا، معانا ممثل عربي اخر هو الهلال السعودي الاشقاء الاعزاء، لكن وكان الاهلي يا استاذ يوسف اصبح يحمل على عاتقه في هذا المحفل او هذه المناسبه بالتحديد كاس العالم للانديه عاطق الكره الافريقيه. يعني الاهلي دايما الوداد المغربي، كامل احترامنا وكامل حبنا للشعب المغربي طبعا، مقدرين حجم الدعم والمسانده للنادي الاهلي في المغرب، لكن دايما رجل المواعيد الكبيره هو الاهلي. ثالث العالم في اخر بطولتين هو الاهلي. الاهلي بيلاعب ريال مدريد، دي تكفي في عام ايه؟ انت 0 بطولات كمنتخب مصر، خسران نهائي كاس الامم الافريقيه، ما صعدتش كاس عالم، عندك شويه مشاكل في نظام الكره في مصر، لكن الامل والبسمه الوحيده اللي هي في الفتره الاخيره دايما في منصات التتويج
هو الاهلي. ليه بقى؟ انت بتلاعب ريال مدريد، فتلاقي الماركه الاسبانيه بتقول لك ريال مدريد يضرب موعد مع الاهلي في نهائي كاس عالم الانديه، وهتلاقي اسم الاسبانيه بتقول لك وهكذا وهكذا وهكذا. ده حجم البراند، حجم التسويق، حجم الوجه الحلو للكره المصريه هو النادي الاهلي. احنا معك. كلنا محبي البلد دي، محبي الكره الحلوه، صح، المنتمين للبلد لازم يقولوا ان احنا عندنا حاجه حلوه، حاجه جميله في مناخ رياضي مليء حاليا بالمشاجرات. طب سؤال بقى ابو حميد، والاتهامات وكل حاجه تدعو الى ان احنا نكون متقين طبعا للاسف، لكن الاهلي رسم على وشنا بسمه من الودن دي للودن دي بصراحه. طبعا ما اقدرش انكر. هقول لحضرتك حاجه، لغه الارقام اللي انت بتحبها، تعرف ان ريال مدريد هو اكثر تتويجا في العالم في التاريخ ب 28 بطوله؟ ماشي. عارف الاهلي هو المركز الكام؟ كام؟ الثاني ب 24 بطوله، يعني دي مواجهه ما بين الاول والثاني عالميا في حجم البطولات. يعني لك ان تتخيل ان انديه العالم كلها بما تحمل من نفوذ ومال و و و و الاهلي بيتفوق. لا على قصه، انت فاهم القصه، مش قصه فلوس خالص. قصة تاريخ بيتكتب، مجد بيتسطر، قصه عزيمه. ولاد كان بيلعبوا من سنتين في نص النهائي امام بايرن ميونخ بطل اوروبا في قطر، وكمان يومين هيلعبوا امام ريال مدريد في المغرب في نصف نهائي كاس عالم الانديه. طب عندي سؤال، عندي سؤال، عندي سؤال بعد اذنك. يعني تفتكر الاهلي ممكن يفوز على ريال مدريد؟ واذا فاز ده معناه ايه؟ يعني هيؤثر على الاهلي ايجابيا الى اي مدى؟ طيب واذا ما فازش هيحصل ايه؟ طب ممكن تحط ايديك على عينيك اهو، ثانيه واحده، تخيل معايا كده تونس كانت تكسب فرنسا بطل كاس العالم 2018 1-0 كاس العالم الاخيره، ما كناش نتصور ده. طب تتصور ان الكاميرون تكسب البرازيل كانت المرشح الاقرب للقب السنه دي 1-0؟ لا برضو. طب حط ايديك الاثنين بقى عشان الجايه اتقل. اهو تتخيل ان المغرب توصل المرحله اللي وصلت لها في كاس العالم الاخيره؟ برضو ما كناش متخيلين. كان اقصى احلامنا ان احنا نصعد للدور الثاني. هل اصبحنا في زمن المعجزات؟ ما فيش معجزات. كره القدم 11 ضد 11. كرة القدم دلوقتي العطاء في الملعب، مفيش حاجة اسمها كده. اللي بيحترم الكرة، الكرة بتحترمه. صح. الأهلي النهارده ما كانش في أفضل حالاته، وكولر من وجهة نظري بالغ شوية في احترام الفريق الأمريكي. إنه كان متحفظ شوية وتلعب بثلاثة في ارتكاز في نص الملعب، وغير المثلث الهجومي وكاد وقاد حاجات كتير قوي. أوكي. لكن في النهاية في حزيمة. في لعيبة قاعدة على الدكة مركزة فنزلت غيرت الشكل. فالتوفيق دايما بيساند المجتهد، صاحب العزيمة الأقوى والإرادة الأقوى والطموح الأقوى. بأمر الله. طيب تتوقع أن كولر يغير تكتيكاته لما هيلعب مع ريال مدريد؟ طبعا يا راجل، أنت لو تحط الخطة هتلعب بخمسة أربعة واحد ده طبيعي. أنت بتلاعب فريق ريال مدريد هو الأفضل أوروبيا في هذا التوقيت، رغم غيابات بنزيما وهازارد وبعض الغيابات، لكن هو ريال مدريد فرق شاسع. نحترم طيب الفوارق الفرديه ونحترم كل شيء، لكن قلت لك من شويه، هو هل تتخيل ان زيدان وكارلوس وفيجو وراؤول والجيل الذهبي اعظم في تاريخ ريال مدريد ده كان فريق الاحلام؟ طبعا طبعا كان فريق الاحلام. ده احنا في بلاي ستيشن كنا بنلعب روبرتو كارلوس راس حربه عشان نستفيد منه. هذا الفريق استاذ يوسف زمن المعجزات زي ما قلت لك، مفيش حاجه بعيده عن ربنا، لكن الاهم ان احنا نتعامل المباراه بجديه ما نخافش. وعايز اقول لك على حاجه، انا تابعت تصريحات المدير الفني للاهلي ولاعيبه الاهلي بعد المباراه، مش خايفين وعندهم ثقه وبيحلموا. طب انت ايه رايك في كولر بشكل عام؟ او في اداء كولر وتعامله مع الفريق؟ هو مدرب واقعي. عايز تعرف ان المدرب واقعي ازاي؟ الاهلي حتى الان لم يخسر مع كولر اي مباراه. ما وصلش لمرحله مثلا مانو جوزي، ما وصلش لمرحله ريني فايلر. لكن هو مدرب يتصاعد اداء الاهلي معه ويكسب الثقه مباراه بعد مباراه، واستطاع ان هو يعمل شخصيه لنفسه مع الاهلي في وقت قصير.
عنده شويه تحفظات، اي مدير فني بيتجري منه بعض الامور في بعض الماتشات، لكن النتيجه الاجماليه حتى الان هو مدرب جيد ويقترب من الجيد جدا. طب تعالى نحط سيناريو مثلا، احتماليه باذن الله يا رب فوز الاهلي على ريال مدريد، ده هيساوي ارتفاع اسعار لعيبه الاهلي؟ طب اذا افترضنا انه مثلا قفشه برضو هو اللي راح مدخل الجول بتاع الفوز، ده معناها طبعا ان قفشه كده بسشت هوب 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 بقى فوق. هو التاريخ بيتسطر يعني، هو كده كده انت مسطر تاريخ مجرد ان انت حكم صفر بنهايه ماتش النهارده عشان هتلاعب ريال مدريد. القيمه التسويقيه للنادي والقيمه التسويقيه للعيبه وكل حاجه طبعا بترتبط بالنتائج. انت لما تروح تلعب على ذهبيه كاس العالم الانديه فانت في حته ثانيه طبعا. انت بتقول للناس كل العالم هيبقى متابع المباراه النهائيه دي، انه معروف مين البطل ومين الوصيف وعايزين يشوفوا الدنيا فيها ايه. لكن من حظنا الحلو يا استاذ يوسف ان النادي الاهلي فعلا فريق مصري فعلا صحيح. بيصنع فرح. صحيح، ما اقدرش اختلف معاك في ده خالص، بالعكس يعني عاجبني جدا ومبسوط. انا اشكرك جدا 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 صديقي العزيز احمد درويش ناقدنا الرياضي الكبير.